طب نتكلم على ماتش بكره زي ما اتفقنا، يعني في تقدير كل الناس الحقيقه الماتشات اللي جايه كلها صعبه بصرف النظر عن مين هيكون المنافس اللي قدامك. صحيح ممكن تلاقي شويه مثلا الناس شايفه انه ماتش المصري صعب، لكن انا شايف انه الاربع ماتشات المفروض ان اسم المنافس فيهم ما يترجمش لاي شيء. انت بتلعب الماتشات دي ايا كان المنافس وايا كان ترتيبه وايا كان طموحه وهدفه، عايز ينافس على ان هو يحافظ في المربع، عايز يهرب من الهبوط، في النهايه الدوافع واحده دايما كلها قدام الاهلي. وماتشات الاهلي مع كل فرق الدوري بتبقى في حته تانية، يعني بتحس ان كل الفرق الحقيقه لو 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 بتادي بنفس مستويات الاداء اللي بنشوفه قدام فرقه النادي الاهلي، الدوري المصري ده يروح في حته تانية. يعني حطه كده جنب الدوريات الخمسه بتاعت اوروبا هتشوف مستويات، وهيبقى في كوره في مصر، وهيبقى عندك منتخب عالمي بكل المقاييس. لكن للاسف مش عارف ليه، يعني مش قادر افهم الفلسفه، ما دام عندكم ده ما بتطلعوش ليه بس غير قدام الاهلي؟ ليه مش قدام كل الفرق؟ الأسد. مره تانية الاسد طبعا مفهوم، يعني مفهوم، بس اقصد اقول لمصلحه الكوره عموما في مصر ولمصلحه انا يهمني ان مسابقه الدوري المصري تبقى المسابقه رقم واحد على مستوى على الاقل قاره افريقيا والمنطقه العربيه. شايف انه عندنا قاعده جماهيريه كبيره جدا، وعندنا انديه ليها تاريخ كبير جدا، وعندنا لعيبه كويسين، وبنصرف الحمد لله الانديه ما بتبخلش لا على تعاقدات ولا على مديرين فنيين، بس الدوري المصري يعني انا اسف في نسخته دي هزيل جدا، ضعيف جدا. يعني هي دي سمة البطل في المعاملة مع الآخرين. الناس بتبص على النادي الأهلي إزاي؟ إن أنا لو حققت نتيجة إيجابية في حاجتين، اسمي هيتداول كتير، هبقى بيتنظر لي نظرة إن أنا ممكن أبقى من ضمن الناس اللي ممكن الأهلي يشتريني. كان بيتقال لنا كده في المحاضرة، كابتن ثابت كان يقول لك يحترمك جدا بعد ما تحقق النتيجة وتعمل السكور، راسه براسك بعد ما يتعادل معاك او لا قدر الله انك تخسر. كان الاول قبل المباراه بيجري عليك عشان يتصور معاك، بعد المباراه بقى زيه زيك. وبيتكلم بهذا المنطلق ومن هذه القوه بعد ما ادى الاداء ده. ايوه يقول لك بس طب وديني انا المكان ده. كلنا بنتمنى، كلنا ما كنا في انديه ثانيه وجينا النادي الاهلي اتعلمنا وشفنا احنا جينا ازاي وتعبنا عشان نيجي ازاي. هو النادي الاهلي مش كيان، لا ده كيان ممتلئ جدا. باي حد بيضاف له، الاهلي اللي بيضيف مش اللعيب اللي بيضيف للنادي الاهلي.